أفشن أوستوفار أستاذ مساعد في الكلية البحرية بمونتري في ولاية كاليفورنيا. يبدو أن إيران مصممة على ممارسة ضغوط على إدارة بايدن. لا يمكن تجاهل هجوم دموي بسهولة حتى لو كان احتمال التصعيد ضعيفاً، لكنه يبقى خياراً وسيكون الرئيس مجبراً على أخذه بعين الاعتبار. جيسون براتسكي مدير السياسات في منظمة متحدون ضد إيران النووية. من المثير للاهتمام التزام وزارة الخارجية الصمت بشأن هوية منفذي الهجوم على أربيل، رغم أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأمريكية حمل مسؤولية الهجوم لميليشيا شيعية. نفس الصمت نجده تجاه حزب الله في بيان الخارجية بشأن مقتل لقمان سليم. جوش راجن كاتب في صحيفة واشنطن بوست: لا تريد وزارة الخارجية التكهن بشأن المسؤول عن الهجوم على القوات الأمريكية في أربيل، على الرغم من أن جماعة أولياء الدم المرتبطة بإيران قد أعلنت مسؤوليتها عن ذلك. جابرييل نورونها المستشار الخاص السابق لشؤون إيران في الخارجية الأمريكية: هذا هو الاختبار الأول الذي يجره النظام الإيراني للرئيس بايدن، فلا بد وأن يرد بقوة أو سوف يحدث المزيد من الهجمات في العراق ويتم قتل المزيد من الأمريكيين. على بايدن أن يوضح أننا لا نفرق بين هجمات إيران ووكلائها العراقيين الذين تسيطر عليهم طهران وتجهزهم.